السلام عليكم. ازاي نعمل paraphrasing بطريقة سهلة؟ اسهل طريقة علشان نعمل paraphrasing، مش اسهل سوري، الطريقة الايديال ان احنا نقرأ الكلام، طبعا زي ما تقلنا نقرأ الكلام ونستوعبه ونفهمه ونرجع نكتبه احنا باسلوبنا. بس مش كل الناس تعرف تعمل كده، مش عندها الكونفيدنس في المعلومة او مش عندها الكونفيدنس في الانجليش بتاعها، تخاف تغلط في الجرامر whatever. فاللي مش هيعرف يعمل كده هيعمل الطريقة بتاعتي. الطريقة بتاعتي اسمها كلمة كلمتين جملة جملتين، يعني يا إما هغير في كلمة، يا إما هغير في تركيب كلمتين، يا إما هجيب جملتين وخليهم جملة، يا إما هجيب جملة وخليها جملتين، بمنتهى البساطة. طيب احنا طبعا عارفين تعريف البريجيريزم، ونحن مش عايزين خمس كلمات جنب بعض يبقوا متاخدين من نفس السورس، وعارفين ان احنا مش المفروض يبقى اكتر من خمس كلمات مش بنغير فيهم، وعارفين كمان ان في حاجات مش هينفع نعمل فيها كده. عندك مثلا دي بيبر بتاعتي، مثلا عندك medication related osteonecrosis of the jaw، ده مرض أو ده condition، فأنا مش هقدر أغير فيه، لازم أكتبه زي ما هو. عشان كده في نسبة plagiarism مسموح بيها. تعالوا نخش على طريقتي بسرعة. بيقولك is a severe adverse reaction. طب ما احنا ممكن نشير severe دي ونحط أي حاجة. فاكرين المبدأ بتاعي، كلمة كلمتين جملة جملتين. أول حاجة كلمة، هشيل severe وحط مثلا debilitating disease، اي حاجه debilitating، مش سوري مش disease، هتشيل كلمه severe وتحط debilitating. طب انا خلاص دماغي وقفت ومش عارفه اشيل severe واحط مكانها كلمه ايه، هنقوم ندخل على الموقع ده بيجيب لك المرادفات بتاعت الكلمه، هتحط له الكلمه هنا وهو هيجيب لك المرادفات تختار. محدش الله يبارك لكم واحنا لسه هندخل ونعمل ومش عارفه ايه، يعني خلاص احنا اتحطينا او انتوا اتحطيتوا قدام الامر الواقع ومطلوب منكم تعملوا حاجة معينة، خلاص تعملوها، مفيش وقت دلوقتي ان احنا نقعد يعني ما علينا، يعني نقعد نشتكي، احنا عايزين نشوف الحلول افضل. تمام. كلمة كلمتين، كلمتين بمعنى ايه بقى؟ عندك مثلا in the treatment of cancer، ممكن كلمتين دول in the treatment of cancer تبقى cancer treatment مثلا. فانت في كلمتين جنب بعض قلبتهم شقلبتهم خلاص جملة جملتين. عندك مثلا دي جملة osteonecrosis بلا 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 وبعدين subsequently، طب ما دول جملتين احنا ممكن نجمعهم مع بعض بأي أداة جمع، يعني مثلا بقولك osteonecrosis was first reported in 2003 وبعدين was observed in individual who talk. أوكي عادي جدا، ممكن نشيل subsequently ونحط and، يبقى أنت كده بدل ما كانوا جملتين أنت هتخليهم جملة واحدة، إن أنت لقيت هنا إن and لايقة، في حاجات تانية هتلاقي however لايقة. عندك بعد كده يبقى احنا قلنا جملة كلمة كلمتين جملة جملتين، عندنا مثلا the condition formerly referred to blah 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 has been renamed كذا due to due to، دي بتجيب لك كده indication انه طب ما نفصل الجملة، بدل ما كانت جملة نخليها جملتين، نحط full stop هنا، the condition referred to كذا كانوا مسمينها كذا، نحط نقطة، وبعدين بدل due to دي هنشيلها وهنكتب بقى أي حاجة، this was because أي حاجة تدل إن أنت هتشيل كلمة due to أو because وتحط مكانها أي حاجة تانية، this was because this مش عارفة إيه. المهم إن أنت بدل ما كانت جملة طويلة هتخليها جملتين. المثال اللي قبله كان العكس، كانوا جملتين رحت دمجتهم في جملة، المثال اللي قبله غيرت
عكست شقلبت تركيب كلمتين. المثال اللي قبله شرت كلمة واحدة واستخدمت المرادفات أونلاين. في حاجات زي الميثودولوجي بيبقى صعب جدا ان احنا نغير فيها لان هي ميثودولوجي، يعني هي لازم، مش هنغير بقى في بحلول التركيز ومش عارفة ايه الحاجات دي او طريقة عمل البحث. بس انا عندي تركات كده بقى يعني متشالة للناس الغاليين. لو انتوا عايزين حتى الميثودولوجي ممكن لكم تركات تخليكم تعرفوا تغيروها. قولولي لو انتوا عايزين اعمل الفيديو التاني. وجود لك.